السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلكم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. نقدم لكم أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 14 سبتمبر 2019. تابع معنا الفيديو للنهاية. سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 16 جنيه و51 قرش. سعر الدولار في بنك الإسكندرية 16 جنيه و50 قرش. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16 جنيه و42 قرش. سعر الدولار في بنك سيب 16 جنيه و39 قرش. سعر الدولار في بنك مصر إلى للتنمية 16 جنيه و38 قرش. سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس وبنك ريدي أجريكول وبنك البركة 16 جنيه و37 قرش. سعر الدولار في بنك التجارة الدولي CIB 16 جنيه و35 قرش. سعر الدولار في المصرف المتحد 16 جنيه و34 قرش. سعر الدولار في البنك المركزي المصري 16 جنيه و35 قرش. بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية والعربية، سعر اليورو 17 جنيه و92 قرش. سعر الجنيه الاسترليني 20 جنيه و14 قرش. سعر الدينار الكويتي 53 جنيه و82 قرش. سعر الريال السعودي 4 جنيه و35 قرش. سعر الريال القطري 4 جنيه و22 قرش. سعر الدرهم الإماراتي 4 جنيه و45 قرش. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.